أطلق موقع تويتر أداة جديدة تساعد المستخدمين على تتبع تطورات الأحداث في مصر، وتمكن العديد من متابعة تغريدات الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك بمساعدة أداة ترجمة تترجم تلقائيا تغريدات مرسي من العربية إلى الإنجليزية. وقال موقع تويتر إنه فعل الخدمة في حسابات شخصيات مصرية بارزة ليسمح للمستخدمين معرفة وفهم ما يجري في مصر. تم إطلاق نظام فايرفوكس الجديد للهواتف الذكية، وسيكون متوفراً على أجهزة تليفونيكا في إسبانيا. النظام الجديد سيشغل تطبيقات برمجت بلغة HTML5، ويحاول مطوروه كسر هيمنة أنظمة أندرويد وiOS على سوق الهواتف الذكية. قطار جديد في ألمانيا يحتوي على نوافذ من نوع خاص تقوم بتشغيل إعلانات صوتية ما أن يتكئ المسافر برأسه عليها، وتنقل النوافذ موجات الصوت عبر عظام الرأس إلى الأذن الداخلية، ولا يسمعها إلا من كان رأسه ملاصقاً للنافذة. لكن التقنية لاقت استياءً ممن يعتبرونها اعتداءً على حقوق الإنسان في وقت راحته. وأخيراً تمكنت هذه البطة من المشي مجدداً، والفضل يعود إلى رجل اصطناعية صنعتها طابعة ثلاثية الأبعاد. البطة التي ولدت بعيب خلقي كانت تعرج عند المشي، وطلب مربوها المساعدة من شركة نوفا كابي المصنعة لذلك النوع من الطابعات، التي صنعت قدما من السيليكون مشابهة للرجل السليمة لتمشي البطة من دون أي مشكلات. حيدر الطالبي، BBC.